يلا بينا. ورجعنا لحضراتكم من جديد، ودلوقتي بقى معانا ستاند اب كوميديان، بس هو في الاصل لما نرجع للاصول فهو راجل صيدلي ودكتور وعالم، لكن الكوميديا لكن لاني مش هينفع نقول دكتور كده ونسكت، لا لان برضو الناس دي درست كتير قوي وضحت كتير قوي. فطبعا عايز اكلمكم عن موضوع الستاند اب كوميدي. دي طريقه طبعا جديده كلنا دلوقتي بنتفرج عليها في شوهات كتير، ويمكن الكوميديا وجهات نظر، هي بتبقى موقف معين لكن كل واحد بيشوفه بوجهة نظره. لكن طبعا مينا سليم عنده وجهة نظر مختلفة جدا دايما للكوميديا اللي هو بيقدمها، سواء كانت في البرنامج بتاعه على السوشيال ميديا او في المواقف اللي هو بيحكيها عن طريق اليوتيوب او حتى كمان في الشوز بتاعته اللي بيعملها في مصر او بره مصر. منورنا يا دكتوره. شوف خليك. شوف ايه التقديمه دي؟ عالم وشوز بره مصر. ايوه بس لما الكادر جه عليك اكيد الحياه. الله يخليك، انا كويس كله زي الفل. ازيك يا مينا؟ انا كله تاني. طب مره بقى سلم عليا 12 مره. ثلاث مرات. تنور بجد. انا قلت لك موضوع السماعه. ازيك يعني؟ انا سكت. ازيك يا مينا؟ ايه يا مينا؟ ايه الاخبار؟ ايه اللي شجعك انك تقدم حاجه كده يعني سهله وصعبه في نفس الوقت؟ لا هي صعبه جدا. صعبه جدا. هو في الاول انا كنت من زمان بحب اتفرج على ستاند اب كوميدي وتوك شوز بره، وفكره اللي هو، وبعدين جيت في الاول في مصر في فقره كده كان ساعه لما كل اصحابي بيتجوزوا كنت انا اللي بعمل فقره اللي هو العريس بتقلب تريقه في الاخر يعني. وبعدين ابتديت ستاند اب كوميدي، وهي الوقفه على المسرح بتعمل ستاند اب كوميدي حاجه بتفرح اكتر من اي حاجه تانية، اصل انت الناس هتعامل معاهم فالرد الفعل اللي جاي هنا، فهو اللي بيخش في ستاند اب كوميدي ده يعني بيحب حب، لان هي فعلا حاجه ممتعه قوي تتعامل مع الناس طول الوقت يعني. اوكي. طب هل في شروط معينه المفروض تكون موجوده في الشخص اللي بيعمل ستاند اب؟ طوله 160 سنتي. يعني هل مثلا لازم يبقى عنده سرعه بديهه لانه التعامل مع الجمهور لو قال حاجه فانا ارجع ارد عليه ايه بقى؟ ما تقول لي ايه اللي طب ما انا خلاص اديني فرصه. ما انا بتعمل كده، فاديني فرصه وانا اخش. عماله تتكلم وعايزين نتكلم وهي بتتكلم. شيء غريب. ازيك اخبارك يا مينا؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. الستاند اب انا في رايي يعني يكون حد بيحكي قصص، بيحب يحكي قصص وعنده طبعا سرعه بديهه، ويكون زي كده دي فرصه الناس تتكلم عشان تخش في الاجابه. وبحس كمان في مصر انت بتتكلم بسرعه قوي. يبقى قاري، لازم يبقى قاري اللي بيحصل. لان انا ممكن ابقى بحكي قصه والناس ما تبقى يعني، لازم ابقى باخد اللي انا بقوله ده ماشي مع الناس وامشي في اللي انا بعمله بيزد اون رد فعل الناس. اوكي. ولازم تكون بتختار حاجات الناس عايزه تسمعها، مش مثلا حاجه تخص ناس وناس ثانيه ما تسمعهاش. طبعا طبيعي يبقى في شويه خفه دم، لان الهدف الاساسي هو ان اللي بيحضر يضحك. طيب مينا، عايز اسالك سؤال، هل بتكتب ده؟ يعني انت كنت بتتكلم قبل ما نخش الهوا ان انت ممكن تكون ده موقف حصل لك وبتحط عليه حبه هم حاجات. هم بيضحكوا وانت بتتكلم بدون اي سؤال. على طول كده قبل الهوا. ازيك؟ لا 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 انت كويس ده على طول كده. انت بتتكلم ومركز. هم جايين يصيفوا. بس شفت انت مش فاهم ليه ده؟ هو ده العادي بتاعنا على فكره. هو الولد منضبط وعايز يقول وانت جاي تصيفه. هو بس حضرتك لفت نظر الاداره. الاداره فظيعه كده. قول السؤال تاني. لكن طبعا احنا بنتكلم دلوقتي على انا ممكن اجاوب لو انت. انا الموضوع يعني ارتجالي ولا سكتشات؟ لا مكتوبة. مسكت الستاند اب كوميدي واحد واقف ماسك مايك بيحكي قصص. طبعا مكتوبه، طبعا مكتوبه، وطبعا بس مثلا الناس ضحكت في الحته دي فنزود فيها شويه، الحته دي مش ماشيه قوي فننقل على الموضوع اللي بعديه، بس طبعا مكتوبه. والستاند اب كوميديان هو شو بتاع شخص واحد، هو اللي بيكتبه، هو اللي بيقدمه. هو اللي لو بيعمل اي افكتس بقى، اي اصوات، اي حاجه. لو في ناس بتعمل ميوزيكال كوميدي يعني الكوميدي ده، ستاند اب كوميدي ده شخص يكتب ويقدم وكل حاجه، وطبعا متحضره. لكن ما ينفعش حد مثلا يكتب لك، يعني ما ينفعش حد يكتب لك يقول لك هتقول مثلا كذا او هنتناول الموضوع ده بطريقه بره بقى. الناس الكبار قوي بيبقوا في واحنا ساعات ممكن مثلا ايه قبل شو نقول لبعض مثلا ايه رايك في النقطه دي، فهو يقول لي طب ما تزود عليها الجمله دي. طب ما تقول كده بالشكل ده. انا بعمل حاجه، انا بحب الارتجال ده اكتر حاجه بحبها. انا بعمل انا وواحد زميلي تاني اسمه وليد بنعمل حاجه اسمها كراود سيت، بنقعد فقره ساعه مع الناس بدون سكريبت وبعدين نعمل ستاند اب كوميدي. انا اكتر حاجه بتسعدني في بره الستاند اب هو ان احنا نلعب، يعني ان انت تبقى ما فيش الارتجال دي من الحاجات اللي بتبسطني. طب يلا اعتبرها موجوده اهي. لا هو انتوا كده جاهزين يعني. يعني في مكان احمر فاضيه والموضوع هنا يطلع الراجل بيقال لي ازاي 25 مره عشان تنبسط مش هنعمل حاجه. ايوه لا مش هتعرف. بس لا الاستوديو فيه صرف. ايه رايك؟ وشغل عالي انا. شلت حاجه؟ لا ما حدش رد. في واحد عدى عليا قال لي شايف حاجه ولا لك حاجه؟ انا اقول لك المفاجاه الحلوه. فاضيه الكوبايه فاضيه. يعني انا حاولت استر الموضوع اقول الكوبايات فيها ميه على فكره. يعني بعد 4 كيلو منك فكده كده ينفعش بعيده شويه جبت هتقع يعني. لو عايز تشرب اشرب قبل الهواء. طيب فاكر اول ستاند اب كوميدي عملته كان ايه؟
كان في واحد من الناس اللي ابتدت ستاند اب كوميدي في مصر اسمه محمد سالم، كان بيعمل شو، وكان هو كان مفتوح ان انت تروح تقدم خمس دقايق قبل ما هو يطلع. دي كانت اول مره عملت، كانت في الساقيه. بس اول مره دايما في ستاند اب كوميدي